اسأل نفسك، حاسب نفسك، هل بلغت ابنك مرة أن هذا العمل لا يعجبك؟ ما بلغت. يا ابني أنت لك عندي 5 فرص بهالعام، استنفذت فرصة، أنت هادئ مرتاح، هو انتبه، أخطأ مرة ثانية، شوف يا ابني 2 صاروا بقيان 3، خليه عايش، لأنه قالوا من أطاع عصاك فقد عصاك. إيده والضرب، إيده والسباب والشتائم. الأب العنيف يضرب ويشتم ويسب. ابنه الأكبر عنيف مع الابن الأصغر، والبنت الكبرى عنيفة مع الصغرى، والأصغر عنيف مع الأصغر، وأصغر ولد عنيف مع القطة. بيت كله عنف، كله صياح، كله سباب، كله تكسير. هذا بيت فيه شيطان. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أخوان، في بيوت هادئة جدا، في روح التعاون، في محبة. والله كلما رأيتك إنسان ببيته متماسك، في ود بالغ، والله أكبروا تصرفه، أكبروا حكمته، أكبروا عقله، أكبروا ذكاءه. يجب أن يكون البيت جنة، بدل الضرب والشتم لا، سجل. الطرق التربوية متعبة، تحتاج لنفس طويل، أما الضرب أريح. معظم الآباء يرى ابنه أخطأ، بيضربه ضرب مبرح ليرتاح، بس ما أدبه بهالطريقة، لم يؤدبه إطلاقاً، بالعكس فصموا عنه، انعتق الابن عن أبوه. أتمنى عليكم جميعاً ألا تحاسبوا أبناءكم أمام أصدقائهم، ولا أمام أقربائهم، ولا أمام أخواتهم، بينك وبينه، بينك وبينه يحتمل ابنك أقصى ملاحظة، لأنه يوقن أن هذه الملاحظة خارجة من محبة. أنت ما فضحته، بس نصحته، عنفته عن محبة. أم أمام أخواته البنات، أمام أصدقائه، أمام أخوته، أمام إخوته الذكور، أنا لا أنصح بهذا أبداً. هذا تشهير وفضيحة وليست نصيحة. تعلموا أيها الإخوة من رسول الله. أتصور سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، جاءه شاب بكل بساطة ولعلها بكل وقاحة، قال له أذن لي بالزنا، ما ضربه ولا شتمه ولا قال له أنت كافر، يا كافر يا خبيث. الصحابة ضجروا، هاجوا وماجوا، منتهى الوقاحة. قال له تعال يا عبد الله تعال. شوف المناقشة، أتحبه لأمك؟ شاب تصور والدته تزني، فغلى الدم في عروقه. قال له لا. قال له ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال له لا. قال له ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ قال له لا. يقول هذا الشاب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. يا أخي ناقشه، بيّن له الأخطار، بيّن له مصلحته تتهدم، بيّن له مستقبله، بيّن له مكانته، سمعته، بيّن له هذا في إغضاب لله عز وجل، بيّن له هذا في إغضاب لله عز وجل.